تطلق المفوضة الوطنية لحماية الطفولة تطبيق ألو طفولة للرد على كل انشغالات واستفسارات المواطنين في مجال الطفولة. تحتوي التطبيق على عدة خانات: إخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل، الاطلاع على معلومات عامة، الحصول على إرشادات، والرد على بعض الأسئلة المتداولة. ألو طفولة تسمح لأي مواطن بالإخطار عن وجود طفل في خطر عن طريق إرسال استبيان أو تسجيل فيديو أو التقاط صورة أو تسجيل صوتي. تطبيق ألو طفولة متوفر في متجر جوجل للتطبيقات. الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في خدمتكم. حماية الطفولة مسؤولية الجميع.